باسم نقابة محامين الدقهلية جنوبا وشمالا نرحب بالسيد النقيب ومجلسه الموقر على تشريفه لنا في مدينة المنصورة في قاعة من قاعة الحريات، ونشكر السيد عميد كلية حقوق والسيد رئيس الجامعة على استضافتهم لنا. وأتحدث إلى حضراتكم بصفتي وكيل نقابة شمال الدقهلية وبصفتي محاميا وبصفتي نقيبا لمحامين المطرية، وأعلن أمام حضراتكم جميعا أنا ومجلس الموقر بالأغلبية المطلقة بأننا نؤيد ونلتزم بقرارات وضوابط قواعد النقابة العامة في سداد جميع الاشتراكات. وأنا لما بقول كده ما بقولش كلام مرسل أو مجاملة لمجلس النقابة العامة. إحنا مكون المجلس عندنا 9، وبالإضافة إلى السيدة اللي عضو النقابة العامة المحترم الأستاذ محمد الصياد، إحنا 10، 8 مسددين اشتراكات 2017 2018 2019. عايز أقول لحضراتكم على معلومة، إحنا السنة دي في 25/2، يعني داخلين على 25/2، أكبر جمعية عمومية في نقابة شمال الدقهلية سددت اشتراكات 19 طبقا للضوابط والقواعد، هي جزئية محكمة منية النصر. احنا عندنا في الجمعية العمومية لشمال الدقهلية أكبر جمعية بالآس، يا لها شربين، يا لها دكرنس، يا لها المنزلة، يا لها منية النصر، ثم المطرية، ثم مستر سيلفو الجمالية. النهاردة تخيلوا إن أكثر من 300 زميل من محامين محكمة منية النصر مسددين اشتراكات 19، يعني معناها ان في التزام بالضوابط والقواعد اللي النقابة العامة وضعتها. ولما النقابة العامة وضعتها باجتماع مجلس نقابة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، يعني ما هوش قرار فردي، لا ده قرار جماعي، ان احنا ما حضرناش، ده موضوع تاني. أنا مش عايز أطيل على حضراتكم، أنا بتوجه بالشكر والتقدير للنقيب العام على تعاونه الكامل معنا في جزئيات نقابة شمال الدقهلية. إحنا النهارده جددنا الغرف في المطرية، في المنزلة، في شربين، في بلقاس، في الكرنس، ركبنا شاشات الرول في المطرية والمنزلة وشربين، بنجهز وهنركب خلال الأسبوع القادم في ميسال سيل والجمالية، في ديكرنس، في بالاس. فالنقيب العام مشكورا مش مقصر في حقنا، يعني جميع طلبات نقابه محامين ومحامين شمال الدقهليه كلها مجابه. فانا بشكره وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.